جمانة مبروك عليك الباك، ربي نشحك إن شاء الله. جمانة مبروك الباك، كل شيء مبروك، بيزو.
من الأعمال التي حازمت رئيس أمين حيث يوماني لابس خير منه ما كاش مشكل احمد داوي يدير في لونك. المهم شرف كبير لي اني نكون في وسطكم، هذا الكم الهائل من الناس يعني المحترمه والمثقفين المبدعين الصحفيين
هذه الحاجة تشرفني بزاف. أولا نشكر سيد سفيان مالوفي اللي نعتبره من الناس اللي أنت يقدر الفنانين والفن. فوالا أنا فرحان بزاف تلاقيت بناس دينا معهم كيف كيف. أمثال يا بدري صافي عن جران بليزير دينا عن 2012 كنت أنا في الصحافة هو في الفن أبقي قلبنا بزاف ناس مستر عبي أحمد مداح يكيب تاعنا قاع صافي بليزير ملتقى أنه نشوفوا بعضنا بعض. حبيت ندموندي حاجة برك سيكو نخدمو بوندون لاني ما نبقاوش غير في رمضان. اللي رايح حضره معنا ومدير الانتاج كذلك حسين فرجيني
احنا دائما نقول انه احنا ابناء الاستاذ علي فضل الله يرحمه، فلي كل الشرف اني انتمي الى هذه القناه، وانا سعيده جدا ان القناه اخذت المرتبه الاولى ووصلت العديد من القنوات، وكل الفضل لي اللي شفتهم حاضرين معايا اليوم، والعديد من اللي شفتهم جاوا، وتحيه بالمناسبه لمروا من خلال هذا البرنامج في اصباح المدرسه. شكرا لك حسن، شكرا لك كذلك سفيان، بنوفي على يعني هذا التكريم ان شاء الله نجاحات اخرى، وان شاء الله اكيد نكافئ لما لا لسنوات اخرى ان شاء الله. على العكس نقول شكرا دائما. نشكر قناة الشروق بدون تكتيكات إنتاجية، نشكر قناة الشروق حقا من القلب، يعني نتكلم من القلب، أنه وضعت فينا ثقة للموسم السادس وراب نيوز ولات لدارها. وسي ليفور سون سيس سون غوتو بدون أي كما نقولوا استراحة أو راحة ليحيى بن عبد الله صديقي ولدي كذلك في الفن، كل الطاقم اللي اشتغل معايا، الحياة والأمر الجميل كي تكون فنان أنك واحدة من الأدوات تخليك تحلم الحلم مليح. نظن أنه الإكستراوردينار والحلم اللي مدوه للجمهور تاعنا هو أجمل شيء نقاسمه فيه معاهم في لحظات قد تكون تلفزيونية ولا مسرحية ولا سينمائية. يحيى الفن، وبارك الله فيكم، شكرا على كاع الناس اللي حاضرة هنا. ودي كذلك أني نشكر شكر خاص لميديا أند سيرفيز على رأسها سي سفيان مالوفي. يا سلام على التكريم، لما يكون لما الواحد يتكرم في بلاده، والله التكريم له طعم خاص وحلاوه بحلاوه الجزائر، والناس حابه تحيه لكل الجزائريين عم يشاركوا فينا عبر التلفزيون الجزائري. اليوم كي راني حملنا عاد الهلال الذهبي، راني نشوفكم انتم كامل نجوم ضايعين، فتحيه لكامل الحاضرين معنا اليوم في هذه الصاله الجميله. صدقوني والله كل خطوه خطيتها وانا جايه في المنصه حسيتها خطوات نجاح، نجاح هو نجاح لي ثمره وجهد كبير اللي عملناه كلنا، وكلنا تعبنا على هذا البرنامج. هذا التكريم هذا ماهوش ليا وحدي، وانما للناس عزاز عليا بزاف، طاقم كبير، طاقم عمل ضخم، طاقم فوازير نال مع منال، على رأسهم السيدة مديرة القناة السيدة سميرة بزاوي اللي عملت فيا ثقة عمياء باش نشط هذا البرنامج الجميل، وأيضا المخرج المبدع ياسين محفوظ اللي تعب بزاف وعمل وحط لمسته الإبداعية والاحترافية، أيضا السيدة وهيبة بوديب اللي كتبت لنا كامل الأغاني تاع فوازير والجينيريك نحييها بالمناسبة. هذا العمل هذا ما كانش يعني صح هو من البرامج الالعاب والترفيه، لكن كان عنده ايضا هدف معين وهدف رئيسي اللي هو الترويج لموروثنا الثقافي في اللباس التقليدي الجزائري، الاستعراض الجزائري، الاكلات والاطباق والمطبخ الجزائري، وايضا كل الطبوع الجزائريه، لانه الجزائر ما شاء الله جزائر قارة
قارة غنية بثقافتها. وكلنا نقولوا يعني تحية الجزائر وتحية ثقافة بلادي. تحية الجزائر يعني تحية الجزائر. نهدي هذا الهلال الذهبي الجميل لكل الناس اللي تابعتنا، لأن الحمد لله البرنامج فاز بنسبة مشاهدة عالية كبيرة بما أنه هو في موسم الأول. نشكر كل الجمهور اللي كان يشاهدنا عبر قناة سميرة تي في. نشكر أيضا كل الطاقم الفني والتقني اللي كان ساهر خلال 7 شهور على برنامج فوازير من مع منال. نشكر عائلتي خاصة أمي لأنه نجحة بدعاويها، ونشكر أختي سارة أيضا اللي هي دايما سارة واقفة معايا وما ندير والو بلاديها. ونشكر خاص شكر خاص لجمهوري الحبيب اللي تابعني مما كنت هو تجراسي وراس مالي. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون الجزائري على هذه السهرة الجميلة. شكرا لكم. معليش صوتك جميل ولو في هذا في هذا الحفل البهيج أن تعطينا قطوعة صغيرة تبقى ذكرى لجائزة هلال الكريم. هذا صوت جميل جدا. في منامي نحلم وانا يا النوم وانا يا النوم في قصور البهجة وشموع ضاوية وشموع ضاوية في I don't know.
وشكر كبير للاستاذ صفي المالكي على تنظيم هذه المظاهره، ان شاء الله يكون هيا حسين هيا.